لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من أصحابه إلى حرب الردة، كان معظمهم أو جلهم من حفظة كتاب الله، ممن يحفظون القرآن. فكان هناك غزوة اللي هي اليمامة، قتال مسيلمة الكذاب، سبحان الله هذا اسمه لا يعرف إلا هكذا، مسيلمة الكذاب. فمات كثير من حفاظ القرآن، زادوا عن هذا، قيل أكثر من هذا، ولكن ورد نعم أنهم 70. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: يا خليفة رسول الله، القرآن، القرآن، القرآن حينها لم يجمع في مصحف واحد، كان لا يزال في بعض أعساب النخيل وجلود الحيوانات مكتوب، وكان محفوظا في الصدور. فهؤلاء الحفظة أخذوا يموتون في هذه المعارك، فقال له: إني أخشى على القرآن، فاجمع القرآن في كتاب واحد. فتردد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه لم يرد أن يفعل شيئا ما فعله النبي، سبب تردده، هذا هو سبب تردده. فأخذ عمر يطلب منه مرة وأخرى ومرة وأخرى مرة وأخرى، حتى أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: حتى شرح الله صدري. فأمر زيد بن ثابت فجمع القرآن، هذا عمل جليل، جمع القرآن في مصحف واحد. والموقف الأخير إن شاء الله هو أنه أمر على المسلمين عمر بن الخطاب، يعني حال موته رضي الله عنه أراد عمر أن يكون هو خليفته، وبعض الصحابة يعني اشتدوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو أخذوا يعني يقولون له: تعرف شدة عمر وغلظته، يعني كيف تولي علينا هذا الرجل يعني الشديد الغليظ وهكذا. فعمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال ما قال قولة، قال: لا أعلم أحد أتقى منه، يعني هو هذا هو الرجل الذي. وسبحان الله وهو يموت دعا بعثمان بن عفان، وكان عثمان بن عفان كاتبه، وقال له: اكتب، يعني هذا آخر عهد أبي بكر الصديق من الدنيا خارجا إلى الآخرة، وقد أمرت على المسلمين. فحدث أنه أغشي عليه، يعني وهو يمر بأنفاسه الأخيرة. فسبحان الله، عثمان بن عفان رضي الله عنه هو يكتب الكتاب، فقد وليت عليهم ثم أغشي على أبي بكر الصديق وكأنه مات. فكتب عثمان بن عفان عمر بن الخطاب، ثم عاد أبو بكر إلى وعيه ثانية وقال له: اقرأ ما أمليت عليك يا عثمان. فقرأ عليه ما أملى حتى قال: ووليت عليكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأبو بكر الصديق هذا يا جماعة والله حكاية من الحكايات، يعني من يعني عجيبة من العجائب هذا الرجل. وسبحان الله، لما جاءته المنية وهو على فراش الموت، ودخلت عليه عائشة رضي الله عنها وهي تنظر إليه ونفسه تخرج من جسده، فأنشدت هذا الشعر وقالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. يعني ماذا يفعل الثراء في الفتى إذا خرجت روحه من جسده هكذا؟
فقال لها أبو بكر الصديق: ليس هكذا يا بنيتي، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يعني أراد منها أن تقرأ القرآن بدلا عن الشعر. فرضي الله عن أبي بكر الصديق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جواره في الجنة. وهو سبحان الله من الصحابة الذين ينالهم بعض من يتسموا بالإسلام ويسبون سبا شديدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، لأن سبحان الله ينالون منه نيلا يسمونه بالطاغوت، يقولون عنه هكذا ويتهمونه أنه كذا وكذا وكذا وكذا. أما نحن فنترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعلون ذلك بداعي حب آل النبي والدفاع عنه. وهذه يعني دعوة، هم لا يحبون أحدا، هم يحبون شياطينهم. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع ويرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل.